لا تنسى الاشتراك. ما عرفش دايره بحال ما كتلمشاش. كويزين شينوز هكا دايره امينه، سينو كنتي تختاري نمشيو لشي ريستورون واحد اخر نمشيو نتغداو فيه. غير بشويه لا طرطق لك شي عرق في الراس. باردون شويه لا طرطق لك شي عرق في الراس. قلت لك في الديبار امينه هنا الماكله عندهم سبيسيال اون بلوس سي توا كي انسيستي بور كون فيان ايسي. سبحان الله العظيم ماك دابا شاع عليك لاباس. انا اللي شعلت؟ راه انت اللي شعلها غير بوحدك. عمرني نقترح عليك شي حاجه وتعمر لك العين. شوف عباد الله كيفاش قالتي معايا لا تم ترونكيل تاكلوا في خاطرهم. انا الوحيد اللي ناكل معاك الماكله وعمرني ما نعقل عليها في خاطري جامي. راه انا اللي ماشي بحالي بحال كاع عيلة رجال ما عمرني كناكل في خاطري. شبعت أمينة؟ أمينة؟ اسمح لي الله يخليك. السيدة اللي كانت جالسة معايا في الغرفة دخلت للتواليت ما شفتهاش من بعد ملي خرجت.
اسمح لي انا مشتاش. عفاف مراتي ما اتصلتش بيا هذه واحد ربع ساعه انا في البيرو. لا سيدي كنظن باللي كانت معكم في الريستو. وي اون ايتي انسومبل. ربما تكون سبقتني هي. الا كان ممكن تاكدي لي بها بالتليفون سيتو بلي. واخا سيدي. حاجه اخرى لي كليون راه قربو يجيو، الا جاو تخلي عندي ديريكتومون البيرو. داكور مسيو. تفضلوا. Bah en tout cas, on signe jeudi, Inch'Allah. D'accord, plaisir. Allez, au revoir. Merci. Est-ce qu'il a appelé? Portable d'elle, Hatafi. Ou quand tu as le bête, tu as le téléphone de l'Tar, ou ma kadjaouche. D'accord. Bon, on a mis le bureau. Peut-être que tu as le bête, Allah, il y a un peu de temps. Je vais te le bête. الو وي نعم سيدي شكون نقول له واخا سيدي خليك معايا واحد دقيقه الو وي مسيو علي شي واحد قال لك من لا بانك ندوزو لك واخا دوزي لي واخا سيدي الو وي شكون معايا الو سي علي كنعيط لك على ود المدام ديالك كيفاش سميتها امينه سرحان ياك توضات لك في الريستورون عاد دابا خطفتها شكون انت شوف خليك كان وسمع مزيان شنو غادي نقول لك شوف هادشي سير قول له شي حد اخر ما نرى ما نساليلكش كنقول لك بوغ لو مومون ما عندها والو ولكن راك عارف الا تعطلتي وما درتيش داكشي اللي قلت لك تقدر تموت تقيس لي شهره واحده من مراتي راه قطعك طرافه معلم سمعتيني ولا قلت لك بوغ لو مومون ما عندها والو شكون اللي قال لي بلا راك غير كتسطى عليا اسمع الصوت ديالها دابا انا ندوز عليك راجلك الو علي الو امينه عافاك عطوني ما تخافيش انا معك انا معك انا معك امينه انا ما فاهمه والو امينه ما تخافيش اسمعيني مزيان شوف ركزي معايا مزيان واش ممكن تعاود انا ما فاهمه شو سمعيني سمعيني واش ممكن تقولي لي على البلاصه اللي انت فيها دابا انا كاينه فات الو امينه 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 شوف غتجمع 150 مليون غديها في مريضك حلا وغتجيبها لي لوزين ديال السيما القديم واش انت مسطي ولا كان نجمع لك انا هاد الفلوس البنك غادي يشدو من هنا ربع ساعه خذ طاكسي تكون عندي مع الخمسة ونص Thank you.
دابا خرج من القهوه مشي يجي للبيرو عاد عيط لك. راني قلت لك ما اتصل بيا حتى خرجوا من عندي ليك اليوم للبيرو. دابا انت ملي ما لقيتيش مراتك ما تخلعتيه ما شكيتيه ما والو، علاش غادي نشك ولا غادي نتخلع؟ باش عرفت انا بلي مراتي راه مخطفوها ليا؟ ودابا انت على هاد الحساب ديما كتنسى مراتك قدام بيبان ديال القهاوي. كيفاش؟ انت تفهموا شويه، خرجتي انت وياها من الباب ديال ريستو بجوجكم، تلفتي ما لقيتيهاش، ما تبرزتيه ما مشيتي عادي. راني قلت لك اتصلت بها بالتليفون بليزيوغ فوا، يا شاك فوا تلقى التليفون ديالها طافي. وعاود دخلت للريستورون وقلبت عليها وسولت عليها السيد، قلت ليه راه المدام ديالي كانت مريحه حدايا ودخلت للتواليت، منين خرجت واش ما شتيهاش؟ قال لي راه ما شتهاش. قلبت عليها تما قديت و ما بانش ليها الاثار. تشتي يا محمود هاد العيالات ديال هاد الوقت ولاو كيتودروا دغيا قدام بيبان ديال القهوه. انا ومراتي واخدين راحتنا في الريستورون بحال باقي الناس، يا ما موندوني تناقشنا انا وياها. علاش؟ عادي تناقشنا غير على الماكله، انا ومراتي ديما تنتناقشوا، حنا في الدار تنتناقشوا، على برا في السوق في لي ماغازان، هادشي عادي بيني وبين مراتي. علاش كيوقع؟ انا بعض المرات كتوقع لي مع المدام ديالي فردوس، تقلق انا ويا بعض المرات ملي كطيب ليا شي طاجين، ملي كنتقلق كتقول لك هكا ما بقيتيش كتبغيني وباغي تطلقني، ولكن ان شاء الله ملي غنشد التقاعد ديالي غادي نبدا نعاونها في الكوزينه، لان في قول لي يا السي علي، هاد السيد طلب منك 150 مليون ياك؟ ماشي بزاف. انا الفلوس ما عنديش فيها مشكل، فلوس غاديه فلوس جايه، انا المهم عندي هو مراتي، مراتي ترجع لي وما يوقع ليها حتى شي حاجة. بون سي علي، البروسيدور ديالنا هكا، غتعامل مع المجرم بشكل عادي، وحنا عندنا تقنيات ديالنا اللي غادي نقدروا نضبطوه وغادي نحرروا لك المرأة ديالك إن شاء الله. عندي ديما لهنا هي اللي كانت كتونس امينه تتعاونها شي شويه. دابا غنشوفو ديك النيميرو ديال لاباط فوكال. اهلا سي علي، بقات ليك ساعة باش تجيب لي الفلوس اللي قلت لك، غادي تاخد طاكسي ولا تعطلتي غادي نقتلها.
اسمع مزيان، وياك تقولها للبوليس. لا علي لا. ما عندك علاش تخاف، انا معك. شوف يا نيمرو ديال لاباط فوكال دابا. واخا انا الو الو خديجه، انا عارف عندك البوليس في الدار، تجاوبيني بايه ولا بلا. شكون معايا؟ ماشي شغلك، الا بغيتي تلقاي امينه حيه سمعي مزيان شنو غادي نقول لك. وي غتطلعي للبروميير ايطاج، غتلقاي واحد الكوفر غتحلي لو كود ديالو 1251. سمعي مزيان، غتحلي الكوفر غتجمعي دوك الفلوس اللي كاينين فيه غديريها في ساك وتلاقاو في لاباس مختص السوسي، وسورتو با البوليس. سمعتي؟ الا بغيتي تلقاي امينه حيه حضي راسك تبعوك البوليس. Thank you.
be next Wednesday night. بونجور. بونجور. قلتيها ليا يا مافس. عاد كنت مع راجلي في الريستورون. واخا ندخل؟ بيان سور تفضلي. عاد هربت راجلي دابا. بدا بزنا عاوتاني. وهادشي راه عادي. هادشي راه كيوقع ما بين لي كوبل في العالم كامل. دابا علاش كتبكي علاش؟ بزاف هادشي. جيب لك كاس الماء. صافي 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 هاكي هاكي شربي شربي. شوف واش كاين شي راجل كيدير لمراته بحال هكذا؟ هذا راه شنو راه غادي يصفيها معايا قبل ما يصفيها معاك تمشي عند البوليس تعاودي لهم كلشي وتهناي انا ما بغيتش البوليس انا راه محتاجه ليك انت انا امينه ما يمكن لياش ندخل بينك وبين راجلك ياك قلتي لي المره اللي فاتت مستعد دير اي حاجه على ود الفلوس اه مستعد ندير اي حاجه على ود الفلوس ولكن ماشي هكا راه المقصود ماشي راجلي كيفاش المقصود ماشي هو راجلك وشكون انا كيفاش انت هتخطفني لا قلتي لي مفوتة شوية كيفاش غنخطفك؟ ها معقول هذا القضية ديال نخطفك ما عندها حتى شي معنى وراه مزيان ما يكون عندها حتى معنى باش حتى شي حد ما يدي ما يجيب أنا سمحي لي أمينة هادشي سي تخي دونجرو وأنا بيني وبينك جي با أونفي ندخل الحبس وأنا قلت لك باغا الحباسات حتى أنا خايفة بحالي بحالك وعلاش هادشي كاع كامل؟ راجلي شماتة وعندو الفلوس بزاف هنتفو منو شويه الفلوس خذ لابار ديالك وانا خذ لابار ديالي ايوا مشى هذا راجلك قال للبوليس شنو غندير بدوك الفلوس انا من بعد الفلوس راه ما ناخذهمش من عندهم انا ناخذهم في بلاصتهم منين ناخذهم في الكوفر ديال الفيلا سمحي لي سي ترو ريسكي هادشي ما نقدرش عليه انا ياك دونجور ما بغيتيش تعاوني وخلي بنتك تموت خليها تموت بين يديك وانت ما قادر تدير ليها حتى شي حاجه دابا كتجيني من الجهه اللي كتوجعني ياك ولا بغينا نديرو ولا لا هادشي خصنا نديرو بالعقل ونخطو ليه مزيان واول حاجه خاص بعدا هي لابارتمون فيها نخبيك راه كاينه عندي الدار ديال بنت خالتي فيها نتخبى وما خفتي حتى شي حاجه غير تبعني وما تخاف والو ما عرفش والله ما عرفش المهم لكن عندي هاد الشيء خصني نشري شي حوايج خاصك فلوس ليزون موا هاك مليون ولا خدمتي معايا مزيان غنعطيك كثر شد شد وما تخافش شد ما تخافش إلا تبعتي هادشي اللي كنقول لك كلشي غيكون هو هداك وصافي ما خفتي والو ثق فيا هاديك هي الدار نمرة 9 3 ايطاج انا غادي نسبقك وانت غتبعني واخا وعندك يشوفك شي واحد ما تخافيش رد البال Thank you.
دابا امتى جات بنت خالتك؟ واحد 3 شهور. شوف ها النمره ديال التليفون ديال راجلي واختو معاهم النمره ديال الكوف وهاك هاد لابيس بيها تعيط باش حتى شي حد ما يدي ما يجي. بيان سور كون عيط لهم من هاد لابيس سور سيغتان خاصنا مدام ديوها فغي كيدنابينك حيت غادي تخرجي من هنا ويقتلوك البوليس بالعسيه. انا وانت خاصنا نبانو كريديبل وسيغتو انت سي اون شيرش لا كريديبيليتي خاصك ما تخلي حتى شي تخاص انا فهاد الدار. ما تدخليش الكوزينه ما طيبيش الضو ما يشعلش البيبان والشارجم ديما مسدودين الدوش ما كاينش. انا ما يمكنش ليا نبقى بلا دش. انا جبت لك باش تضوي. شنو غديري دابا؟ تخلي داك البيت وغتلبسي لاغوب نواغ ديالش هاد القنبة؟ لا كريديبيليتي انا كتفك بهاد القنبة من راسك حتى لرجليك. مافهمتش. فهمتيش كتفي راسك بوحدك باش تفهمي. هذاك هو التكتاب. انا عارف كيفاش عايدتك بغيتي لا كريديبيليتي فوا لي جوسكو بو جوسكو بو. الو ici la banque industrielle puis-je parler avec monsieur Ali Talbi s'il vous plaît. Ali Talbi allo c'est Ali. البلان ديالها وحق الله الى البلان ديالها شنو البوليس
هيا بابا توحشتك. شنو كدير بابا هنا؟ جيت باش نشوفك. يلا نشوف دخل. ناكلو بابا شويه. برافو بابا برافو عندك. صبحي لي بابا نجاوب. الو وي هيا معايا. علاش تخافي عليها؟ هيا معايا. شوف لك واحد القضيه، راه حتى انا بنتي. ايوا صافي شويه وغنجيبها لك. وقلت لك شويه وغنجيبها لك صافي. صافي يا بابا. فردوس ديري الحوت مشوي ماشي كواري. وصافي يا فردوس انا راه خدام واه. مصيبه هاتي. ما عندكش العافيه؟ لا ما عنديش. السلام عليكم. السلام. بونجور. ما عندكش شي بريكي؟ لا اسمح لي ما تركنيش. سمحوا لي الا خليتكم تسناو. لكن انت مشكل كتبقى لي عيان شويه. جاريف با دورمير سي افرو. شنو يدير راح وسك ترتاح؟ حتى نفضل نخدم وما بعدا بالخدمه تنقدر نتأدبط مع المشاكل ديالي. باينه. قول لي سي رمضان كاين شي جديد؟ لا لا ما كاينش غير ديك المكالمة ديال التليفون ملي سولنا لقينا ديك لاكارت مخونة. أنا حاسبك داكشي اللي خلاني نجي نهضر معاك اليوم. كيف كيقول المثال للضرورة أحكام. أه قول لي أنا كسمعك. حنا في البوليس هاد النوع من القضايا كنتعاملوا معها بشكل سري، ولكن ملي ما كنلقاو لا خيط ولا ضو من الضحية أو المجرم كنضطروا نعلنوها الرأي العام وكنديروها في الجرائد والتلفزيون وكنهجوا عليه المواطن باش نخرجوا المجرم من الحفرة ديالو. كيسمح لي ما فكرتيش في المصلحة ديال مراتي؟ أنا عارف. إوا لما تتخينا هذا وقتلها؟ الموتى ساهلة بيد الله. حنا اللي ما درناش بحال هكا والأيام كطول والوقت كتزيد عمرنا ما غادي نلقاو دليل. سيرتو إلا سكتنا هذاك المجرم ممكن يقتل مراتك ويمشي وغيتصدوسي. لا حنا لا انت ما غنستافدو حتى حاجة. شنو بالك؟ ما كانش عليا نعلمكم من الديبار. كنت نسق انا وداك خينا فاس فاس نعطي رزق وصافي ونفك المشكل. سينو كنا كاع ما نوصلو لهادشي كاع. المهم لهاد الكلام كامل شنو غادي نديرو السالي؟ واش نقول لك؟ ديروا خدمتكم. نتمنى يكون خير.
القيامة ديال بلايص بات لي عاد الضغط فيها شنو هاد الدقيقة صافي بات لي عاد الضغط فيها كاع الزرفاني السلام عليكم. الله يخليك، بغيت نشري واحد لابارتمون في لا ريزيدونس اوم ليل. اسيدي متاسفين، لي زابارتمون كلهم عامرين. اه واقيلا انا ما فهمتش مزيان، حيت قالوا لي كاين واحد لابارتمون مدينة 49 خاوية بصح ما فيها حتى واحد. نشوف اسيدي 49 ايه اسيدي كاينة خاوية مولاتها السيدة أمينة سرحان.
ولكن كيظل لي فيها شي مشكل. فيها شي مشكل. مشكل فحالاش؟ اش غادي نقول لك؟ شي مشكل للمحكمة. المحكمة. ولكن هاد السيدة أمين سرحان الأعمال ديالها الأملاك ديالها كلهم تقريبا مشاكل كلهم. هي زعما عندها بزاف ديال الأملاك وديال لي زابارتمون. بطبيعة الحال. شوف لك. أمين. أمينة سرحان، أمينة سرحان، أمينة، أمينة، أمينة. نعم أسيدي. عندها ثلاثة ديور أخرين، وعندها جوج فيلات، وعندها بارتمون. ولكن أسيدي ما كيتباعو ما كيتكراو. أشوف واش تقدر تضيف فيا واحد البليزيغ. نعم أسيدي. الله يخليك تعطيني لادريس ديالها. لا ما غادي يفيدك فوالو أسيدي هاد لادريس. هي المحكمة موقفة البيع. ولكن نساعدك، إلا بغيتي شي عمارة، شي بارتمون. لاباس أشرف. لا لا الله يخليك شي كاس ديال الماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. قولي يا الشيف، ديك الدار اللي شارج ديالها حمايل. إيه. الكا. على أنت خاصك الدار الكرا. إيه. إيوا راه كاينة هذيك اللي مقابلة معايا، راه عندي الصور ديالها. شوف أنا قلت لك هذيك الدار واش ما ساكن فيها أحد. إيوا هدا عليا. شحال هادي ما تسكن في ديك الدار، وزايدون هاد الدرب هذا راه فيه الهنا والتقار، كاين فيه غير أنا والكليان. قولي بعدا. واش لقيتو داك الخطاف اللي خطف ديك البنت؟ حتى انا هادشي ديال البوليس وديال المخزن كنشمو معنا واحد الوقت، كنت نتمنى نكون بوليسي وما كملش الله وحتى انا ما كملش قرايتي. اه داك الصح انا من البوليس. قول لي يا امينه شحال ما دخلت لهاد الدار؟ وهذا عليا شحال هادي ما جات لهنايا مع مسكينه عندها واحد اختها مريضه وتا هي الله يهديها بغات تعدى عليها بغات دير لها ديالها وزايدوا ما عندي ما ندير بهاد المشاكل. وفين كنتي قلتي لي كتسكن؟ اييه ديك اختها كتسكن في الزرق تايتباها حدا حمام درار. اييه الله يتبنى على الشهاده بنادم مع المشاكل كينسى. ايوا سبحان اللي ما ينسى ولا يسعى. حتى لو بغيتيش تنسى دير بحالي دير لك شي كارني ها هو قيد فيه الكبيره والصغيره وما عمرك ما غتنسى ودير بنصيحتي. صافي غادي ندير بالنصيحه ديالك. اييه الله يعاون. شوف الا بغيتي السوار تعاونوا هنا ديال المحل. خمسمية درهم. شحال قلتي لالا؟ 500 درهم. عندي 450 درهم، خصني واحد 50 درهم، غدا إن شاء الله نجيبها لك. لا سيدي، ما كنديروش كريدي. الله يخليك يا الشايفة، في موا كونفيونس، غدا إن شاء الله نجيب لك 50 درهم اللي خاصة. لا لا، ما كنتعاملوش هكا، عرفتي شنو دير؟ خلي هادي، ملي تكمل الفلوس أجي خذها. ما يمكنش يا الشايفة، لأن بنتي مريضة بزاف وخصني لابد ندير لها الدواء كامل. لا سيدي، ما يمكنش. آه غدا إن شاء الله نجيب لك 50 درهم اللي خاصة. لا سيدي، ما يمكنش ليا. سمحي لي يا لالا شحال خاصو؟ 50 درهم. شكرا بزاف على الجست الزوين اللي درتي معايا. ماشي مشكل 50 درهم ساعه. سميتي كريم.
وانا امينه. اونشونتي. تشرفي. ياك لاباس شفتك شاري بزاف ديال الدوايات. عندي واحد البنيه مسكينه مريضه شويه. اش عندها؟ الاطباء كيقولوا ان عندها القلب وخصها 30 مليون باش دير العمليه. القلب ما ساهلش. وانا الخدمه ديال ليفر ما تسمح لياش اني نجمع هاد الفلوس كاملين. يلاه مكافي مع الدوسي ديال الطلاق وديال. علاش كطلق؟ الماضي ديال بنتي هو اللي خلاني نطلق. الله يحسن لها والو. انت رزقك شنو كيدير؟ جبت الخاتم. هم دافير. مزيان. مزيان ولكن ما عايشاش معاه مزيان. الفلوس ماشي هما كلشي. والمشاكل ما خطاو حتى واحد. على عيني. إلا احتاجيتي تليفري شي حاجة ولا ديبلاسي شي حاجة ولا أي سيرفيس من النوع على كارت فيزيت ديالي عيطي ليا. إن شاء الله. نيزيت با، أبيل موا كون تو فو. شكرا مرة واحدة أخرى. شي مشكل العفو. تخونات وما قلتيش اختها. ما عرفت انا، انا كنت مصدوم وما جاتنيش البالي نقولها ليها. وزيدون زيدون العلاقه ما بين نوال وامينه ما كانش حتى ليه. علاش؟ كان عندهم مشكل ديال الورد. الورد اللي كان خلى ليهم باهم الله يرحمه. قضية في المحكمة والمحكمة حكمت لصالح نوال. كيف ما كان الحال كان خصنا نعلموها. راه اختها؟ ولكن انا ما بغيتش نزيد نأزمها. نوال يلا خرجت من لابسيكياتري من بعد ما قضت بها واحد المدة طويلة. ولكن واخا هكاك غادي نقولوها لها. ايوا ومراتي انا؟ كاين شي جديد؟ جبتوا شي حاجة جديدة ما تقولوا لي؟ انا ما تخافش السي علي. احنا مازال خدامين وما يكون غير الخير. علي الناس اللي خطفوا امين عيطوا لي في التليفون وديت لهم الفلوس اللي كانوا عندنا في الكفر. سيدي اعترف بان خبات 8 مليون باش تهرب من الضرائب ياك. انت علاش طلقتيه يمشي بحال هادو؟ انا درت خدمتي، درت القانون. كيفاش درتي القانون؟ السي محمود علاش ما هيتيش انت؟ ما هيتيش؟ هاد الشغل ماشي شغلي انا، ما عليا الا نطبق القانون. اسمع با محمود، مريضش كبر وغادي يمشي بشعرك وغاتاخذ مرة بحال مراتي سميتها فردوس. عرفت ملي كل اللعبة فات حتى حاجة تضيق فيها وتا حاجة ما غتبان لك هي هي. تصحاب راسك توا عمر بن الخطاب. ماشي واحد القضية محمود، شكون سماك محمود أنت؟ أنا هضرني الجوع صاحبي. أنا ما كاينش اللي قادني قد القضية ديال الكفر فور. بحال أنا، أنت ما كاينش اللي قادني قد كلشي. أنا ما كرهتش إبليس اللي ناكل فيها اللوبيا بالكراهين. عندي شي مرة بحال أمي فاطمة كطيب بحال أمي. ما تعرفش شي قهوة هنا كتبيع داكشي ديال الكراهين واللوبيا وداكشي. قتلتيني. شوف يلا نمشيو نشوفوا أمينة ياك؟ ونعرض عليك الغداء. خفيف. ولكن تظريف، انا ما تعجبنيش داكشي ديال البيتزا، ما عنديش مع الشاورما، السوسيت دو فو كيضرني في المعده، انا عزيز لي سان بيير ولونغوست مقلي، هذيك الانشوا ملي كتخلل كتعجبني، كسكسو كيدير لي المعده، ضربي المعده عليا كلشي. Thank you.
انا ما عرفتكش. لا ما دير لي التخربيق في دماغي، انت هي امينه. شوف انا رسميتي نوال امينه راه ما سور جومال. ما كاين لا نوال سيدي زكي، انت هي امينه. شوف الله يخليك، غتخرج لها نعيط للبوليس. بوليس؟ ازي عيط للبوليس، انت كتسنى عيط للبوليس. وحق الله انا ماشي امينه، واش ما كتفهمش؟ ولكن انت هي نوال وماشي هي امينه، هادشي ديالاش؟ هادشي ديالاش؟ ها؟ شوف الله يرحم باك، لا خليك تكلم، ندخلوا دابا ندخلوا نتفاهموا. الله يرحم باك، الله يرحم باك. يلا زيدي. زرفتيني ياك؟ دابا شكون هي فيكم اللي ميتة؟ اختي نوال، انا ما بغيتش نزرفك، ولكن راه هو كيما اوبليج. هو؟ شكون هو هو؟ راجل داك النهار جات عندي اختي ودارت واحد السكوندال في الدار، حيت ما واكلاش لي كالمون ديالها، كتقول بلي خدينا ليها الورد ديالها. انا بقات فيا ومشيت لافارماسي نجيب ليها دي كالمون. هذا هو النهار اللي تلاقيت انا وياك في الفارماسيان. وملي رجعت لقيتها ميته، راجلي كيقول لي بلي ضربات راسها مع الحدومات. وعلاش ما مشيتيش عند البوليس وتعاودي لهم هادشي كامل؟ انا راه بغيت نمشي عند البوليس ولكن راجلي ما خلانيش، وخفت فاش قال لي راه الا جاو غيقولوا بلي انا وياه اللي قتلناها. انا جاتك الفكره ديال الكيدنابينغ؟ انا واختي كنتشابهوا بزاف، وراجلي قال لي ديري انت هي امينه وامينه تولي هي نوال. ما بغيتش ولكن يشبع لي ضرب ما قدرتش نقول ليه لا. دابا انت وراجلك فوز ارونجي، تحلوا مشاكلكم ترونكيل بخير، وانا نولي فيكتيم. راه انا هي لا فيكتيم ديال بصح، ماشي انت ماشي راجل. انا ما نقدرش نقول ليه لا، راه كيقتلني بالعصا. ماشي هادشي علاش اتفقنا، ماشي هو هذا الاتفاق ديالنا. عرفت، راه انا ما بغيتش ندير لك هكذا، ولكن راه ما عندي ما يدير. سمحي لي، سمحي لي بزاف، هادشي بدا كيتخربق ليا في دماغي، تيفو عليا انا، شي ميت شي حي شي ما عرفت شنو. انا غنمشي عند البوليس وغنعاود لهم هادشي من الاول حتى الاخر وغنتهنا. لا الله يخليك، شوف البوليس لا، فكر مزيان شي لا البوليس. واش دابا انت كتصعب عندي 20 عام انا غنبقى تابعك؟ ماك شرفتي الشاب؟ واش شديتي لنا شي طاكسي وهنيتينا؟ وعلاش الشاب ما طلبتي لهمش في السيرفيس؟ انا من نهار وقعت لي هذيك الاكسيدون بديك الطوموبيل ديالي السيمكا، ما بقيتش كنحمل من السوق شي طوموبيل، سيرتو الطوموبيلات الجدادات كيجيب لي الله بحال عيالات جدادات. ها هي الضرايب، يلا. السلام عليكم. عليك السلام. أنيسة سرعان. شكون معايا؟ البوليس. واش نقدر ندخلو؟ قلت لها لا. الله يخليك جيب لي واحد كويس الماء، بغيت نشرب الدواء ديال المعدة. كاس الماء؟ واخا. انا ما عرفتش محمود هاد الناس ملي كيجيبوا هاد الثمن ديال الفلوس. ملي يجي السيده هضر معاها شي بالاداب، بقاش دير لك افلام ديال الميريكان. شكرا طفت لها لالا. تنشر
تصب الدواء ديال المعده، حيت فردوس والمعده خرجوها مني. فردوس والمعده محامي. في خبرك اختك وقع لها واحد المشكل. اختي هي اللي صيفطاتكم ديروا لي هذا في عيني ياك باش ما نبقاش نشوف. عرفت هي بغيتي كنقولي لها اختك كضحك. عاود لها محمود، عاود لها اختك تخطفات. هذه 7 أيام ما سمعنا لها اخبار. 7 أيام؟ 7 تخطفات طلعت السما ولا تخطفات في الارض ولا تخطفات هنا ولا هنا السما تخطفات نزلات الارض. يلا محمود نشوف حالنا. يلا طيب بقيتي فين؟ جيب لها 36 نزلات. واش هادي كنعاودو لها على اختها وهي كضحك؟ سير محمود سير. Voilà tenté. Merci. Ça va? Oui, ça va. Pardon. Ana ghadi nmchi dabaya w ghadi njik fsbah bkri wkha. Inch'Allah. Yalla repose-toi. Merci. هاد خينا راه نكر. ولا انت بغيتي يقول لك انا درت ضروري خصو ينكر. كون كان قاتل ما عيط للبوليس. خصو يعيط على البوليس. هذا كيتسمى الانتيليجونس باش يسلت منا. كون كان هو اللي قاتلها كون خباها. اللي خباها ما غاديش يخباها. وجا عندنا النهار الاول قال لك حقا مراتي توضرت ليا. الغد جا قال لك عاوتاني راه مراتي لقاوها ميته. خصو ضروري يدير بحقك باش ما يشك في حد. ولكن واخا هكاك هو اللي قاتل. وعلاش قتلها؟ كل طيبة هادي شي طبسكيل ديال لادس مع الكرداس ما حاملوش ضربوا لها على راسها. انا كنت غادي نقتل مراتي فردوس نار طيبة ديال كراين بالخص. ولكن ما لقات عندي جهد. خاطني مريض. با محمود واخا تقرا كلشي عمر راس ديال البشر ما غتعرفو. عرفت يا محمود؟ عرفت ذوك القهوة الكبار شو اللي كيطيب فيهم؟ رجالة حيت العيالات ما تيعرفوش شي حاجة ماشي تاليه. قلت هذا راه عندي واحد القضية ماشي هي اللي كنفكر فيها. واحد 36 ساعة ما نستاش غادي نمشي نعس وانت بقى هنا فكر ولا لقيتي شي حاجة عيط ليا. مريض يا محمود أنا مريض. وهي انا نبات في البيرو. ما شغلك هذاك اودي يا محمد.
صافا شويه ماما لاباس عليها. عطي لماما هاد الفلوس ياك قول لهم هادي العمليه ديالك. واخا اتفقنا. وي حسن جبت لك الدوسي ديال أمينة. أمينة سرحان ما تعطلوش عليا عافاك. يلا شكرا. عليكم بالله قولي ما باقي يدخل تحت الطواليت ديالي. مابقاش تخلي هاد الناس يبداو يدخلوا لي الطواليت ديالي. اقولها صباح الخير. صباح الخير اجي ما تقولش لي بنتي هنا. والله الناس ما شفتو. والله العظيم الا بحالك مالك عاوتاني باه كلت هاديك الفردوسية وما طيب ولا شي بيصارة بسيت العود والثومة قلت لي كامل وكنجدف في اللاموسية. علاش بقيتي صار هنا علاش؟ انا راه قاتني داك الدوسي. اين الدوسي؟ الدوسي ديال أمينة سرحان. هذيك خيتي؟ اه. أنا مالو شنو؟ اش فيه؟ أنا قريته 7000 مرة. السيدة لقاوها مقتولة. باللبسة اللي كانت غادية بها للريستورون. ولدي زينة الساك غبر. دابا أنت بغيتي الشفاري يذبحها وحط لها الساك حدا راسها. شتي ذاك الدوسي غيتجمعو تحطو وسير عند أمك تنعس لها تصدى. أنا ذاك الدوسي والله إلا سديتو. باش نتفاهمو. السيدة اللي ذبحت ياك لقيناها. اها والسيد اللي قتلها لقيناه حنا. علاش كتقلب؟ كيفاش اش كنقلب؟ انا مازال خصني نعاود نعيط لهم. انا غنمشي لاكونطابيليتي ناخذ واحد لافونس قلت لها اعطيني المعدة ونعاود نجي ندوي معاك. انا اللي ما فهمتش ومبغاش يدخل ليا لدماغي هو كيفاش خلاك تولي اختك هو راجلك زعما عند بالو غنتزوجو انا وياه قال لك تزوجي بيا وبيني وبينك في كلام ما بيهاش ما يمكنش رجع معاه نعطيك فلوس وداك الشيء باش وعدتك شنو هو داك الشيء باش وعدتي نتزوج انا وياك تزوجوا انا وياك امينه ما يمكنش ليا نتزوج بك باسكو جو تيم با ماشي مشكل كون ميم عاونتيني شرب شي حاجه جي دورونج جيبي
وانت غادي ترجع لمراتك. عرفتش ولكن بيني وبينك ترى ما كرهتش. نتفاقس انا وياها كنا بجوجنا ماشي مزيانين، ولكن بيني وبينك ترى دات بزاف ديال الاخطاء. وكتظن هي غترجع معاك؟ ما عرفتش دوز لوبيراسيون ديال بنتي بعدا ويحن الله. سي علي دابا انت بغيتي تبين لينا خرجتي لقيتي مرتك مقتل حدا باب الدار هزيتيها بديتي كتغوت جينا حنا وشديناك واش كتسطى عليا المعلم؟ اقسم لك بالله بلا اخر نهار شفت النهار ديال الريستور خويا عايز كتولي منك عاود ياكل شي بالنوال قتل شي خير فين شتو انت لاصقك لاصقك واش دابا الفيت هنا نتناقشت انا ومراتي في الغدا صافي نوض نقتل العمال انا مسطي ما عرفت ربما شي واحد دابا غي يزرفني في هاد القضيه هادي شكون هذا اللي ما كيحملكش دابا غير في هاد الخدمه كلها ما نقدر نشك حتى في شي حد انا مرتي عمرنا ما كان عندنا شي مشكل ولا شي حساب مع شي حد عبر نوال ولكن ما كنظنش نوال بسبب الورد ممكن ولكن لا ما كنظنش حيت المحكمه حكمت لصالح نوال عاود لنا شويه على نوال نوال كيف ما كتعرفوا يا اخت مراتي مسكينه كانت كتعاني واحد المشكل نفساني دكاترة كانوا قالوا لينا على أساس أنه كتعاني من انفصال في الشخصية اللي كانت كتكون معنا يعني في وسط العائلة كانت كتكون دي فوا مكالمية ترانكيل ولكن دانكو كتشعل ما عرفت نعاود لكم واحد الحاجة ما عرفتوش عرفت تفيدكم ولا لا في العرس ديالنا غنمشي ديال تغديتي مع المرة ديالك في الريستورو ونسيتيها قدام باب ديال القهوة شنو كانت لابسة؟ صباط ديال الطالون السلسله ديال الدم امينه ما كانوش عزازين عليها السلسله ديال الذهب ديرهم في العنق ديالها كاش عندها مع هادشي ابار لاباك د مارياج لاباك د مارياج عمرها ما حيدتها من يديها كنت واحد انت كنتي غارق لي قدك وبعدا ما غرقتي
لك بلا ميعاد. حتى نزل بها شويه عندي ميعاد. احنا ما غاديش نعطلوك، احنا بغينا غير نسولك على اختك. اختي ياك لاباس؟ جاتنا شي حاجه جديده بغينا نسولك عليها. شنو داك الخزمي في يديك؟ ويجي 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 في الخطر. شكون عطاها لك؟ ديال اختي امينه، هي اللي عطاتو ليا. امتى؟ ما عرفتش. ما عرفتيش. سير شوف ليا شنو كاين لتحت. ما تبقيش ديري هادشي قدام عمو. شوف شنو لقيت. سيدا شاد شي واحد بغا تقتلو تما. انا ماشي نوبل، انا مينا. ياك ملي انتي مينا، انا سميتي لانسبكتر كولومبو. شتي هاد البنت غدوز حياتها كلها في السبيطار ديال الحماق. السبيطار ديال الحماق؟ انا راه امينه ماشي نوبل. انت راهي طالبه امبيرونس دابا محمود. نجي وغادي تريح وتسوق شي مزيان. على السلامة. الله يسلمك. شنو جابك عندي؟ بغيت الفلوس ديالي. فلوسك؟ فلوسك لا، شميتهم كلهم غبرة. ماشي شغلك نشمهم غبرة ولا نحرقهم. هذاك شغلي انا، سمعتي؟ يلا غتخرجي عليا من داري. انت انت وليتي كتهضري طوالي كل سنة ما خارجاش. فلوسي غتحطيهم دابا. يلا غتخرجي عليا دابا من داري. يلا غادي نخرج ولكن هنرجع مره واحده اخرى. شنو كديري؟ ما حشمتيش عاوتاني كتشمني هاد الويل؟ هادشي كلشي حنا فيه. انا غادي نوريك، غنعيط لهم دابا يجيو يجمعوك. كضربيني ياك؟ واخا. اسمح لي يا هلا، انا راه عرفت هضرت لك بزاف الحوايج خايبين، ولكن راه ما كنتش حاسه براسي هلا. عفاك هلا، قول لهم انا راه امينه ماشي نعود. كيعطوني الدويات حتى صافي هلا. الله يخليك هلا. عفاك هلا،
الله يرحم باك علي. كل يوم انا راه امينه ماشي ناوي. انت عارفني انا امينه ياك. هلا باك عقلتي فاش انت اختاريتيها حمراء وانا قلت لك انها خضراء. الله يرحم باك علي الله يخليك. كل يوم انا راه امينه ماشي ناوي. انا راه عيت علي الله يخليك. هتقولها لهم ياك. كنت عارفك غادي تسمح لي. الله يشافيك يا نوال. علي علي انا ماشي نوال. انت عارف انا ماشي هي نوال انا امين. عفاك يا علي ما تخلينيش يا علي الله يرحمك. عفاك يا علي عفاك عفاك يا علي. مية تحبسات ولا سبيطار تلعب مقا علي الله يرحمك. ما تمشيش يا علي الله يرحمك. علي الله يرحمك. شكرا.